الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله يا الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما رزقتنا وأعطيت وقنا واحمنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ربنا على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد برحمتك يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا والحاضرين معنا والحاضرات في ليلتنا هذه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء وطلقاء ونقذاء هذا الشهر الكريم من النار.
اللهم اجعلنا ممن قام ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا يا ربنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر يا رب العالمين من المغفور لهم ومن المبعدين عن النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وإنفاقنا، ونسألك يا ربنا أن توفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نور به قبورنا، وثقل به موازيننا، وارفعنا به الدرجات العلا في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، وسكننا به الظلل، وارفعنا به الدرجات العلا في جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لم شعثنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي ليبيا وفي بورما يا رب العالمين. اللهم إنهم فقراء فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج الغمة عن الأمة قريبا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، من لنا سواك فندعوه. اللهم لا تردنا في شهرنا هذا خائبين، ولا عن بابك مطرودين. يا ربنا هب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
كانت هذه صلاة الوتر لفضيلة الشيخ عبد الرزاق السيد من مسجد معاذ بن جبل مشكن ديترويت. الله أكبر.